من يعني شنو هاي النتائج خاصه خالد اللي شفناها يمكن مثل ما مرينا بها، لكن هذا الشعار القوي اللي هو سلميه، كلمه سلميه رغبه الدنيا كلها. سلميه هي الرصاصه اللي قدروا يواجهون بها المتظاهرين الطرف الثاني والطرف الثالث. خلينا هيك نسميهم، الطرف الثاني معروف متشخص، الطرف الثالث لحد الان عازه كل مؤسسات الدوله العراقيه عن ان تشخصه. لكن لو ما هذه السلميه، شوف لو ما هذه السلميه ما كان حصلت اليوم الحركه الاحتجاجيه بالعراق على الدعم العربي وان كان محدود في حد الادنى، وعلى دعم المجتمع الدولي وعلى دعم من المنظمات الدولية وضغط دولي من منظمة الأمم المتحدة، من Human Rights Watch، Amnesty Defense، على الحكومة العراقية ضغوط كلها جابت نتيجة. إن ولا كان لو ترك الأمر صدقني كان تعاملت الحكومة العراقية بطريقة ثانية، لكن رغم هذا هذا المتظاهر تخويف وتخوين يطلق عليه بالرصاص وينادي بالسلمية.